يا سهل، شو هذا اللي بيدك؟ شو بدك مني؟ افتحي ايدك، افتحي ايدك. تركني، شو بدك مني؟ وهي فتحت ايدي. ها، شو هذا اللي حطيتيه بالكاسة؟ شو بدي احط يعني؟ اشرب لي منه. قلتلك اشربي. مش خايفة؟ هاي شربت. شوفي، ما في شيء، مشي انقلع برا. تحركي. ساعتك زعلان؟ مدام عبير، مدام عبير، شوفي هذا خالد مسك ايدي وكان رح يكسر لي اياها، وبعدين رفع ايده وبده يضربني. لك عم تسمع؟ عم بسمع، ولسه يا ما بدي اسمع. لك بدي اعرف شو في بينه وبين عمي. وينه هو هلا؟ تركته بالمطبخ. طيب روحي، روحي انت شوفي شغلك. هذا اللي عملته يا سيد، يلي بمد ايده على وحده ست بهي الطريقه بيكون تافه ومتخلف، وما بيلبق له عيش بفيلا مثل هي، فيلا عامر الدباس. ما ترد على الخانوم ولا؟ فعلا صاير قليل ادب. مش انقلع ولك، مش انقلع من وجهي احسن ما اكسر لك راسك يا تافه. ولا بتقدر تلمسه لمس حتى، انت شو عم تحكي؟ انت اللي لازم تنقلع من هون، لازم ترجع لمكانك بالشوارع. شوفي شو اللي صاير. بابا تعال شوف هاد متخلف شو عم يعمل. عبير ما بسمح لك تحكي معه بهاللهجه ابدا. بابا انت ما شفته شو عمل؟ شو ما عمل يعمل؟ هلا مو وقت هالحركات هي، يلا كل واحد لشغله. تعال يا خالد. أكيد حضرتك اللي عامل هالبلاوي هي. خلاص خالد، خلاص ولا يهمك، لا تزعل، زرعها بدقني هالمرة يا أخي. مو مشكلة أستاذ، انسى، بس هذا لازم تشربه كله. رجل شو هالشراب المر العجيب اللي عم تسقيني إياه؟ هذا مشان اروح المغسل اللي معك. وين رايح؟ وين رايح؟ مفتوحة استاذ، ما لازم حدا يشوفها. يا سلام يا سلام يا سلام على هالحرص، يا سلام. تعرف صاير حريص على رزقي اكثر مني. خود، وهي كمان لازم تنحفز بالخزنة. خالد، اثنين بس اللي بيفتح الخزنة وبسكرها قدامهم، انت واحد منهم. شوف، بدي اياك اليوم تهتم بكل تفصيله. انا برتبك كثير، مثل الولد اللي بيفرح بالعيد والالعاب. الله يهنيك يا استاذ عامر. انت ليش متوتر؟ الشيء اللي راح تسويه اليوم عادي وبسيط وكل الناس بتسويه. طيب، بس بدي المحامي تبعي ودكتور القلب والشيخ اللي راح يكتب الكتاب، بدي اياهم اليوم الساعة 6 تماما. اوه حاضر استاذ، بس ليش الساعة 6 يعني؟ انا هيك بدي. بالمناسبة بدي اياك تنفذ كل شيء بقول لك اياه بدون نقاش وبدون اي احتجاج. حاضر، امرك استاذ. ايه ها، هيك طمنتني. انا طالع ارتاح شوي. الله يبارك فيك. أبو سيد زهير، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كون ليش استنى كل هالوقت؟ يعني لحتى صار النصيب. تفضلي. يا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضلي. أهلا وسهلا. تفضلي. مبروك مدام. الله يبارك فيك يا أبو سيد. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. مبروك سيد زهير. الله يبارك فيك. أهلاً
ألف مبروك. أهلا وسهلا مرحبا. الله يبارك عمرك. بال عندك. الله يخليك. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك عمرك سعيد بيك. أهلا وسهلا. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك. إن شاء الله. أهلا وسهلا. شو وين أحلى فندي؟ شو بيعرفني؟ هذا ابنك مثل الزيبق ما أدري وين بيروح. إيه بس بتحبيه. الله يصلحه أخي عامر. هلا شو الفرق بينك وبين ابني؟ عمو. عمو بابا طيب كتير بس بده أسلوب للتفاهم معه. سعيد بدي أسألك. هلا صعيب مصاريكي حط لك اياها لحالك؟ ايه عمو. يعني سجلوا باسمي خلاص؟ اهلا اهلا الله يبارك في عمرك. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. شرفتوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لك وينك تحسين؟ صلي ساعة عم دور عليك. مهم هلا عارفان شو بدك تعمل مزبوط؟ هيك عم بتلبكني يا عماد بيك، كل شوي قصة وحديث وتحزين، رح تخليني شك بحالي. روي روي، شو بك انفعلت؟ مالي منفعل، بس اتركني عم زبط أموري حتى أعرف شو بدي اشتغل. برافو عليك حسن، خلاص ما عاد أحكي معك شيء أبدا. برافو عليك، بس انتبه ماشي؟ حاضر. الله يبارك فيك. تفضل. يا أهلا وسهلا. تفضل. أهلا وسهلا. تفضل. إيه زهير شو قصدك؟ يعني أنا إذا ما قبضت بعد يومين ثلاثة أعتبر 7 مليون طهروا. بس أنا قلت لها لرغد وقالت لي أن اليوم بتحكي معي. لو أختك الخانو بهم الموضوع كانت حكت من يومين ثلاثة، كنا قبضنا وحولنا. أنا بأكد لك يا زهير أنه رغد حكت معه وقال له خلينا نأجل الموضوع لبعد العرس. إمتى بعد العرس؟ يعني بعد ما بتكون خلصت المدة؟ خلاص خرب بيتي يا عامل، خرب بيتي. شو عليه؟ كل شيء له رد. هدي أعصابك زهير، مشان الله هدي أعصابك. لك شو بدي هدي أعصابي؟ أنا فقت الأمل من يومين خلاص. حبيبي اطلع جامل للضيوف ما حلوة، وأنا هلأ رح أطلع أحكي معه. يلا حبيبي ما حلوة. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. مبروك زهير. يا أهلا وسهلا. تفضل. هذا اللي بدي اياه يا استاذ عامر بيك. باعتباري محاميك من واجبي الفت نظرك لكل المخاطر والاشياء اللي ممكن تسبب لك مشاكل بالمستقبل. بس انا بعرف منيح شو عم ساوي وماني خايف من هالموضوع. طيب وهدول؟ هدول وقعتهم وخلص. منقدر نشقهم يا استاذ، لانه هدول اذا وصلوا لايدين صحابين العلاقه رح يضيع كل شيء من ايديك. استاذ أرجوك تساوي مثل ما عم أقول لك. بعدين أنت ما راح تسلمون إلا مثل ما اتفقنا. أمرك. تفضل بقي لها هي. انت عن شو عم تحكي سعيد بيك؟ يعني عنده اموال ما تاكلها النيران. شو نسيت انه عامر بيك مصنف تاني مليونير بالبلد؟ كل هالشي وما قدر ينسى شيك بعشرة مليون؟ لا ومو بس شلحني وشلحك مبلغ 6 مليون. طبعا وصول اللعب واثبت انه لاعب من الطراز الاول. وينه هلا؟ بدك شو الاسئلة. المهم سعيد بيك، نحن شغلنا بيبتدي لما يطلع يقعد هنيك مع عروستي. أنا خايف هالقصة ما تزبط يا زهير بيك. تفضل. شعرك والكيبي والوجه